أستاذ التلاوة المصرية وعملاقها، مؤسس الجامعة الطاروطية بنغمه وأدائه الخاص. استضافه القارئ السيد حسنين الحلو في برنامجه الخاص، وافتتح القارئ عبد الفتاح الطاروطي الحلقة بتلاوة لا مثيل لها. وبعد أن انتهى من التلاوة، طلب منه الأستاذ السيد حسنين الحلو النغمة المشهورة التي يقرأها على مقام الرصد، وحدد له موضعا ليقرأ منه. فأبدع القارئ عبد الفتاح الطاروطي في هذه الآية. هيا بنا نستمع لأداء الشيخ الطاروطي الممتع أستاذ التلاوة المصرية. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الله، إيه نعم، الله الله. إن أكرمكم عند الله. إن الله عليم خبير. الله الله الله. يا أعمالكم شيئا.
إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. أحسنتم كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب الله أنفاسكم شيخ عبد الفتاح الطارطي، شكرا جزيلا لك. لن تجدوا شرفا ولا عزا ولا فخرا تنتسبون إليه أكثر من القرآن. نحن بدون القرآن لا نساوي شيء. من فتحت الدنيا علينا إلا بالقرآن، وما رفعت أقدارنا إلا بالقرآن، وما تجولنا في أنحاء العالم إلا ببركة القرآن، وما كرمنا من العالم في مصر وفي خارج مصر إلا بالقرآن الكريم. فليكن هذا القرآن هدفكم ونبرسكم ودستوركم، به ترفعون في الدنيا والآخرة. شكرا جميل ما قرأت وجميل ما تحدثت به شيخ الفتاح. هناك مقطع وقفلة في مقام الرست تعجبني كثيرا ودائما أطلبها منك، أود أن أسمعها في آية إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. تفضل. يعني أنت حبيبي وأنا لا أرفض لك طلبا. شكرا جزيلا لك. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. صدق صلى على محمد وآله. شكرا جزيلا لك.